أهلا بكم. فيروس كورونا عدو البشرية كما وصفته منظمة الصحة العالمية كان قاسيا جدا مع الإيطاليين. في البداية لم تعر غالبية الشعب في هذا البلد الأوروبي كبير اهتمام للتحذيرات والإجراءات الحكومية. استمر سكان أرجاء عديدة من وسط وجنوب إيطاليا في عيش حياة عادية، يرتدون المتنزهات والمقاهي والأسواق دون مبالاة بالفيروس الذي يلتهم الشمال. عم الوباء وأزكمت رائحة الموت المصابين والأصحاء وخذلتهم الجيران والحلفاء. قراءات ترى أن إيطاليا أنهكها الفيروس في حرب لم تكن جاهزة لها. قراءات أخرى تجزم بأن روما العريقة قد تخسر معركة أو أكثر، لكنها لن تخسر الحرب. حلقتنا هذه الليلة بعنوان إيطاليا في حرب استنزاف ضد كورونا، صراع النفس الطويل. لمناقشة الموضوع تنضم إلينا من ميلانو السيدة ليا كورتابيلي، النائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان الإيطالي. وسأبدأ معك. I will start with you, Honorable Quartapelli, with a question. I want to start with actually a positive note because coronavirus made Italy look like a black hole. So the number of new cases and the death toll are in decrease. Has Italy taken the path of recovery? Well, we looked like a black hole because we were the first country in the West to be hit. الدولة الأولى في الغرب التي تفشى فيها فيروس كورونا. نعم، دول أخرى تفشى فيها الفيروس مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، فرنسا، والجميع بات يدرك بأننا نواجه صعوبة كبيرة والمشكلة ليست بالسعلة. إن إيطاليا لحسن الحظ قررت بأن تأخذ تدابير صارمة جدا منذ البداية، واليوم نحن نشهد بأن تلك التدابير كانت ناجحة، وهذه فكرة جيدة ومجدية ليس فقط لإيطاليا بل للعالم برمته. علينا أن نتعامل بكل جدية. I will go back to you, Honorable Quadrapelli. الآن سأعود إليك بعد دقيقة واحدة محاولة لأغلب العناوين التي ميزت اليوم حول فيروس كورونا في الإمارات وفي العالم. سأعود إذن للحوار. I will go back to you, Honorable Quadrapelli. Italy so counts the largest death toll in the world, and it's the second worst hit country after the US, like you said earlier, first in Europe. How did we get there? Well, it was mainly bad luck. كان ذلك من باب سوء الحظ للأسف. ونحن نعرف بأننا تربطنا شراكة مع الصين ومع دول أوروبية أخرى، وبالتالي كان لدينا حركة كبيرة من هذه الدول. حاولنا أن نعمل على احتواء الوضع ولكن استغرق هذا وقتا طويلا ووصلنا إلى ما وصلنا عليه، ولكن أمل أنه خلال الأسابيع القادمة سوف نتمكن من أن نخرج من هذه الأزمة. Coronavirus death toll has topped the 110,000 cases. Why the fatality rate? 10,000 من أصل 100,000 إصابة. ما هو السبب وراء هذا الارتفاع في معدل الوفيات؟
قررت إيطاليا منذ البداية أن تتعامل بكل شفافية مع الوضع وكيف يقومون بعد الإصابات. نحن بالطبع حرصنا على أن نقوم بتسجيل كل الوفيات في المستشفيات, وبالتالي سجلنا كل الإصابات, في حين أنه في دول أخرى ربما لا يتم اكتشاف هذه الإصابات. القرار بأن نتعامل بكل شفافية كان يرتبط بالواقع أنه فعلا أردنا من المواطنين أن يكونوا على إدراك تام بما هو فيروس كورونا وما هي أثاره الوخيمة, لأننا كنا بحاجة إلى تعاون المواطنين لكي نتمكن من إنفاذ تدابير الاحتواء والتصدي للفيروس التي كانت أساسية جدا لإيقاف الفيروس. لقد انتقد رئيس المعارضة عملية استبعاد البرلمان خلال الأزمة. برأيك هل تم فعلا استبعاد البرلمان, وما هو الدور الذي على المؤسسات التشريعية أن تؤديه في هذه الأوقات العصيبة؟ لم أسمع السؤال بكل وضوح. كنت أسألك أنه سمعنا انتقاد رئيس المعارضة عملية استبعاد البرلمان خلال الأزمة. برأيك هل تم فعلا استبعاد البرلمان, وما هو الدور الذي على المؤسسات التشريعية أن تؤديه في هذه الأوقات العصيبة؟ إن البرلمان يكمل أعماله بشكل عادي, واليوم أجرينا عملية تصويت في البرلمان, وبالتالي ما يقوله رئيس المعارضة غير دقيق 100%, فإن الحكومة كانت قد قررت أن تستكمل الحوار حتى مع المعارضة, واليوم أيضا عقد اجتماعا بين رئيس الوزراء وقادة المعارضة. نحن بحاجة إلى موارد الجميع وطاقة الجميع لكي نتمكن من أن نتصدى للفيروس وأثاره الاقتصادية. نحن منفتحين للتعاون مع المعارضة. تم تعليق الحياة السياسية في إيطاليا, حيث تم إرجاء الاستفتاء الدستوري والانتخابات الإقليمية التي كان من المقرر إجرائها هذا العام. كيف يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على جدول الأعمال السياسية في إيطاليا؟ لا أوافقك الرأي, لم يتم تعليق الحياة السياسية في إيطاليا, ولكن قد تغيرت الأولويات. اسمح لي أن أنتقل الآن لكي نتكلم عن أوروبا. كان قد صرح رئيس ماكرون قائلا بأنه يشكل فيروس كورونا امتحانا للمشروع الأوروبي, وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يخدم المواطنين. برأيك كيف كان أداء أوروبا في هذا الامتحان؟ شكل هذا صدمة كبيرة بالنسبة لنا, لم نتوقعها أبدا, وضعا لا سابق له. وفي ظل ظروف كهذه لابد أن نعمل سويا كأوروبيين, وأنا أقول هذه الكلمات لأن هذه الكلمات التي استخدمها الرئيس ماكرون قبل بضعة أيام. لابد من أن نقدم استجابة أوروبية للتصدي لفيروس كورونا وأثار الاقتصادية. إنه اختبار لوحدة الاتحاد الأوروبي, وأنا على ثقة تامة بأن هذا يعني تعزيز التعاون الأوروبي وتعزيز القدرات الأوروبية للقيام بما يلزم. Following this disappointment coming from Italy, the last EU leader meeting was not a big success. لم يحصد اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي نجاحا كبيرا, فقد شعرت كل من إسبانيا وإيطاليا بخيبة أمل إزاء الموقف الأوروبي, ومن المفترض أن تنعقد قمة أخرى بعد أسبوع. ماذا تتوقع إيطاليا من هذه القمة؟ عادة عندما نمر في أي تغيير
أيضا نواجه المقاومة لهذا التغيير. لذلك في الاجتماع الأوروبي الأخير الذي خلاله إسبانيا وإيطاليا وفرنسا طرحوا الأفكار للتغيير، لم يتم التوصل إلى حل نهائي لأن بعض الدول كانت أكثر تحفظا، ولكن حتى اليوم لقد عملت مع زملائنا من ألمانيا ومن هولندا، وذلك لكي نتخطى هذه الصعوبات في هذه الدول، وأنا على ثقة بأننا سننجح في نهاية المطاف. You think there are more leniency toward the corona bond stimulus opposed by Germany especially؟ نشهد بعض المرونة حيال معارضة ألمانيا لسندة كورونا ضمن حزمة التحفيز. من المهم جدا أن نحدد على المستوى الأوروبي الأهداف التي نرجو الوصول إليها. هل نرغب بأن فعلا نؤمن العمل للعمال ولا يتخبطوا في البطالة؟ هل نود أيضا أن نعزز أنظمة الصحية في هذه الأزمة؟ نعم، الإجابة هي نعم، نحن نريد أن نفعل ذلك سويا، وبعدها نبحث عن الأداة، سندات كورونا أو أدوات أخرى. لابد من أن نحدد الأهداف سويا. وأظن بأن الصحة والوظيفة هي الأساس. بعد الفاصل ما زلنا في حوار مع السيدة ليا كورتابيلي نائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان الإيطالي، ابقوا معنا. قبل أن نواصل الحوار مع السيدة ليا كورتابيلي النائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان الإيطالي، دقيقة بموجز أحدث الأرقام والإحصائيات المتعلقة بكورونا وتداعياته عبر العالم. Back to you, Honorable Quartabelli in Milano. A few days ago, six ill Italians has been brought to Germany by Italian Air Force to Germany. And Germany's Minister of Defense said the airlift is a sign of solidarity. How do you evaluate the Germany leadership in this crisis في الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة؟ Well, this support that we are getting towards our persons that are sick is a very good sign. عملية نقل هؤلاء المرضى كانت رمزا لهذا التضامن، لأنه تم التعامل مع هؤلاء المرضى على أنهم مواطنين أوروبيين، وحتى أيضا تم إرسال الأقنعة من ألمانيا إلى إيطاليا. نحن بالطبع نعرف بأننا نواجه صعوبات اقتصادية وسوف نتعاون سويا. هذه الاستجابة الأوروبية كيف كانت سعادة النائب؟ decision from the European Central Bank to buy إن قرار المركز الأوروبي بشراء
سندات اليورو ضمن حزمة التحفيز كان خطوة جيدة. وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى أن نضمن الاستمرارية. سعادة النائب إن بروكسل حديثة أيضا على تقديم الدعم. من ساعد أكثر؟ بروكسل، الصين أو الاتحاد الأوروبي؟ من ساعد أكثر؟ إيطاليا. نحن هنا بالطبع لأن الصين تجنبت في البداية الإفصاح عن تفشي الفيروس. لو أعلنوا عن تفشي الفيروس في مرحلة مبكرة لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فبالطبع اليوم الصين في وضع أسهل لتقديم المساعدة للدول الأخرى لأنهم اليوم تمكنوا من احتواء الفيروس. لا ينبغي أن نقارن بين مساعدة الصين والدول الأوروبية. نحن علينا أن نركز على العمل المشترك والتضامن الأوروبي وليس إجراء المقارنة بين من قدم مساعدة أكبر. علينا أن نعمل سويا كاتحاد أوروبي. سعادة النائب، إن الإيطاليون أعربوا عن خيبة أملهم بعدة طرق. هل بإمكانهم أن ينسوا ويسامحوا برأيك بعد الخروج من الأزمة؟ بالطبع نحن نتعرض لحملة من المعلومات المغلوطة والشائعات التي لابد من إيقافها. وأيضا عندما يقرر الاتحاد الأوروبي أن يقدم الوقائع والرد المناسب تتوقف هذه الشائعات. هل برأيك ستتحدثون في مرحلة ما بعد فيروس كورونا عن ربما استفتاء أو حوار سياسي للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ سعادة النائب بإمكانك سماعي. هذا الموضوع غير مطروح على الطاولة حاليا. إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستجابة لهذه الأزمة والتصدي لهذا التحدي، بالطبع قد يخف الأمل، ولكن أنا متأكدة أن الاتحاد الأوروبي سينجح. ما هو شكل إيطاليا الجديد بعد هذه الأزمة؟ التضامن والاحترام للقوانين. إن إيطاليا تعرف بأنها ربما تتحايل على الإجراءات، ولكن كلا، هذا غير صحيح. إيطاليا تحترم القواعد والإجراءات والتدابير. هل برأيك سوف نشهد مشهد جيوسياسي جديد بعد هذه الأزمة؟ برأيي المشكلة ليست مشكلة شمال وجنوب. نحن حظينا بالدعم من ألمانيا، من هولندا، والحكومات هناك هي يمينية، ولكن رغم ذلك حصلنا على الدعم
المسألة ليست مسألة أحزاب يمينية ويسارية. بكلمة واحدة، ما الذي سيتغير في إيطاليا للأبد؟ That we will be more caring and more responsible. سنتحلى بمسؤولية أكبر في المستقبل. وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قبل النقاش، كان عنوانها إيطاليا في حرب استنزاف ضد كورونا، صراع النفس الطويل. جزيل الشكر ضيفتي من ميلانو السيدة ليا كوارتابيلي، النائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان الإيطالي. فرقة موسيقية اشتهرت في إيطاليا في سبعينيات القرن الماضي، سجلت هذه الأغنية في أيام بعد متابعتهم لمشاهد مؤلمة في مستشفيات إيطاليا من قلب المعاناة. ولدت ريناتشيرو ريناتشيراي، وتبرعوا بحقوقها لمستشفى بيرغامو تضامنا مع المصابين. يدفع يوتيوب الآن مبلغا ماليا للمستشفى مقابل كل نقرة هذا الفيديو والمشاهدات بالملايين. ريناتشيراي تعني بالإيطالية سأولد من جديد، ستولد من جديد. تقول كلمات الأغنية الحالمة: عندما ينتهي كل هذا سنبصر النجوم مجددا، سننحني للعاصفة لكنها لن تكسرنا. لقد خلقنا للتحدي، لتحدي الصعاب، وكان النصر حليفنا في كل مرة. إلى اللقاء.